في عيدها 47 أقامت منظمة طلائع البعث احتفالا مركزيا في المركز الثقافي بمدينة طرطوس بمشاركة فروع المنظمة من مختلف المحافظات وبحضور فعاليات حزبية ورسمية. رفعنا راية العلم علم الوطن وتناقلناها عبر الأجيال رفاقنا الطليعيون من خلال هكذا احتفاليات يرسخون قيم البعث، قيم حب الوطن، الدفاع عن الوطن، تقدير وتقديس ما قدمه شهداء الوطن، ما قدمه رجال الجيش العربي السوري وجرحاه. هي مناسبة لنؤكد لما قدمه هؤلاء القديسون أن دماءكم، أن عرقكم يا رجال الجيش العربي السوري لم تذهب سدى. الاحتفالية ضمت العديد من فقرات الفنون الشعبية والفلكلورية والرياضية والغنائية، إضافة إلى عرض فيلم وثائقي بعنوان الزيارة الخالدة. اليوم كتير مبسوطين أنه بمناسبة هذا المهرجان استضفنا جميع مدن سوريا لحتى يجوا لعنا. إحنا جايين من ريف دمشق لحتى نقدم فقرة جمباز بمناسبة عيد الطلائع، كل عام وأنتم بألف خير. اليوم جينا لنقدم رقصة بعنوان بنروحي نبدي وطننا، هي عبارة عن رقصة شعبية. جايين نقدم عروض موسيقية رياضية فنية، وكل عام وأنتم بخير. نحن أطفال فرع إدلب لطلائع من طلائع البعث، حبينا نشارك اليوم بفرقة بعنوان سكتش الورد. كل عام وأطفال سوريا بألف خير. أطفال الطلائع القادمون من مختلف المحافظات قدموا عروضهم الفنية المنوعة على الكورنيش البحري للمدينة خلال الحفل الجماهيري الذي أقيم في ختام الاحتفالية. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.